السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأوفياء، متابعين مغارب نيوز، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن. لجميع المتتبعين لقضية الشابة الرجوية شيماء للعديد من المتتبعين المغاربة اللي تبعوا معنا القصة ديال شيماء، الطفلة المعاقة حركيا الذكية ما شاء الله ذهنيا، اللي استطعت انها تولج عالم تكنولوجيا، عالم مواقع التواصل الاجتماعي، الفضاء الازرق، جميع مواقع التواصل الاجتماعي، استطعت بالذكاء ديالها انها تخترقها. والدليل على ذلك هو انه القناة ديالها الان وصلت لاكثر من 20,000 متابع. ياك شيماء كضحكي. إذا من بعد العملية الجراحية الخامسة واللي الحمد لله تكلات بالنجاح، فجينا للبيت ديال شيماء. طبيعة الحال سجلنا معها ملي كانت في المصحة، سجلنا مع الدكتور اللي كنشكروه من هذا المنبر، هذا منبر مغارب نيوز، اللي كنشكروه على سعة الصدر ديالو اللي فتح لنا الصدر ديالو وتكلم معنا من داخل غرفة العمليات. كنشكروه من هذا المنبر هذا، وكنشكروه كذلك على الجهد ديالو اللي دار مع شيماء. شيماء الان بعد العمليه الخامسه على اليد اليسرى ديالها، جينا لعند شيماء البيت ديالها باش نعرفوا الجديد مع اخت ديالنا ناديه اللي هي الام ديال شيماء. ناديه اختي السلام عليكم. السلام. كي دايره اختي؟ بخير. السلام. اول حاجه بعدا على سلامه بنتنا شيماء. الله يسلمك. والحمد لله، يعني بغينا نعرفوا العمليه فين وصلت، كي دازت الامور الحمد لله، باش حتى المتابعين والمشاهدين ديال شيماء حتى هما اطمئنوا على الحاله ديال شيماء. الحمد لله شيماء دازت العمليه بخير، دوزنا لها البارح الحمد لله، دازت في اجواء مزيانه. ضروري راك عارفين التعب من وراء العمليه وهذا. المهم العمليه ديالها اللي دارت دابا صعيبه شويه، ماشي عاديه، ماشي بحال الايد الاولى لقى فيها صعوبات الطبيب، يعني تعذبات شي شويه، والحرق ديال المنوره العمليه كما كتعرفوا، والان دابا شويه وصافي شي شويه الحمد لله تجاوزت مرحله ديال البانج وهذا اللي كنت خايفه منه انا. الحمد لله دابا شويه الحمد لله، يلا كيف جينا للدار هانتوما كتشوفوا شيماء بنتي الحمد لله. وشكرا لكم حد دعيتوا مع شيماء ووقفتوا معايا، وكنشكر كامل المغاربه كلهم والله، شكرا لكم. جات لكم شيماء، شكرا لكم كاملين كاع قرينا لي كومونتير والدعوات ديالكم، شكرا لكم كثر خيركم. واخا عطينا نشوفوا شيماء بعدا باش نسولوا على شيماء. كضحك بعدا هذا شيماء بس كتعجبني الابتسامه ما شاء الله. شيماء راه كلشي المواطنين كيسولوا عليك دابا، المتابعين ديالك كلشي كيسولوا عليك. شي دعيوه للمغاربه اللي دعاو معاك شي شو دابا شو سبحان الله العظيم الطريقه ديال العين كتشوف الفوق، يعني انه لاحظوا كدعي معاكم، دعي معاهم شيماء. شوف يعني شوف سبحان الله العظيم، هذه نوع من انه كتطلب وكتدعي الخوت المغاربه اللي دعاو معاها. راه كلشي كيسلم عليك شيماء، كلشي كيسلم عليك وفرحانين انك خرجتي الحمد لله. وبغينا نشوفوا ان شاء الله هاي كما كتشوفوا العمليه اللي دارت على اليد ديالها، هي هذه اليد اليسرى، اليد اليسرى ياك هي هذيك. دابا هي هذيك، اذا كانت عندها عجز في هذه اليد اليسرى ياك، كان باقي عندها عجز في اليد اليسرى. الحمد لله الان دابا الحمد لله من بعد العمليه ان شاء الله غادي تكون بخير ان شاء الله. الحمد لله. يلا بالا شيماء باش تنوضي لنا ان شاء الله. وخرجويه وخرجويه ان شاء الله من ورا منين غنحيدوا القفص، دابا شهر ونص ان شاء الله شيماء تحيد القفص. غتخصنا واحد لاطيل ديال ايديها ضروري، هذيك لاطيل باش يبقى العصب مقاد ليها وصبعان ياك، هذاك الشيء ضروري شيماء تخصها واحد لاطيل. نتمنى اللي يساعد شيماء في هذا لاطيل ان شاء الله. شوفي كما الحمد لله وصلنا لهذه المرحله. المرحله الحمد لله الان العمليه المغاربه يعني صراحه فيهم الكرام الحمد لله، صراحه كل داخل ارض الوطن وخارج الوطن الحمد لله كلشي تفاعل مع القضيه ديال شيماء الحمد لله. بزاف وشكرا لك انت يا وقفتي معنا، ما تخلاش علينا حتى دقيقه والله العظيم. مني بدات العمليه ومع شيماء في البلوك، شكرا لك. مرحبا. شكرا. ما تبكيش اختي ناديه الحمد لله، شوفي هذه بنتنا. شكرا لك اخويا. لا بالعكس هذه بنتنا. لا ما تخليتيش علينا الله يحفظك. لا بالعكس. الله يعطيك الخير، شكرا لك. بالعكس هذه بنتنا، راه كنقولها من القلب، هذه بنتنا. وخا هي رجاويه، وخا هي رجاويه.
هاي غضحك الله يسلمك لي حيت جيتي معانا. لا الحمد لله. شوف والله العظيم والله يا خويا ما زعما خيرك ما نساوش والله الحمد لله. وعدتينا وفيتي بالوعد ديالك الحمد لله. شوف هذه هي القناة ديالنا مغارب نيوز، مغارب نيوز الحمد لله. بكرك خويا معايا والله العظيم وحق الله. شوفي الحمد لله اختي نادية، شوفي اقسم بالله لا بالعكس اختي ما تقوليش كوك الحمد لله. شوفي هذا هو الدور ديالنا كإعلام، الدور ديالنا هو أننا الحالة نتابعوها من أ حتى الزين، هذا هو الدور ديالنا، وحنا إن شاء الله غادي نبقاو واقفين مع الشيماء إن شاء الله، حتى نولوا نشدوا عند الطلب بالرونديفو، ياك الشيماء؟ الله يعطيك الخير، شكرا لك بزاف. إن شاء الله، إذا دابا غير باش المتابعين كذلك يعرفوا كما قلنا عرفوا الجديد الحمد لله العملية الآن تمت بالسلام. مازال غنتواصلوا ان شاء الله مع الدكتور ديالي ان شاء الله باش نسولوه مثلا الامور فين وصلت، بطبيعه الحال هو اختصاصي غيعرف كيفاش يشرح لنا هذه المسائل هذه. غير دابا شيماء اشنو هما مثلا الحوايج اللي باقي المتطلبات اللي باقي خاصه شيماء ان شاء الله باش نشوفوها واحد الانسان ماشي غنقولوا 100% ولكن ربما تكون واحد النسبه ديال تحسن كبيره ان شاء الله. ان شاء الله غتكون 100% ان شاء الله 100% باذن الله ان شاء الله. وكتوعدكم شيماء غتزيد خطوه لقدام حيت دابا كتخطبي غير حداها في بلاصتها، دابا غتزيد تمشى وغتشد التوازن ديالها حيت اليدين راه عندهم دور كبير باش الانسان كيتمشى. يعني الحمد لله النتيجه، الحمد لله صبعها مقادين، يعني الحمد لله ربي كبير والفضل كيرجع للدكتور رفاس الله يجازيه بالخير، يعني دكتور معنى الكلمه صراحه. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحانه وتعالى الحمد لله. يعني وصلت 19 عام عاد بانت النتيجه راه الحمد لله الحمد لله ربي كبير. اللهم لك الحمد الحمد لله الحمد لله. غير التذكير غير باش نذكروا بعض المشاهدين ديالنا انه حنا ملي هذا من باب البسط ملي كنتكلموا على شيماء وكنقولوا رجويه فهي بنت المغاربه كاملين، بنت المغاربه كلهم صراحة. ما كاينش علاقه الحمد لله. لاحظي الدكتور اللي دار العمليه ودادي ياك، يعني هنا مساله اللي كتتعلق مساله صحيه ومساله انسانيه ما كتبقاش فيها علاقه ما بين ودادي ورجاوي، كتولي مغربي. هذه غير التذكير، وبعض الناس اللي ربما باقيين كيحاولوا انهم فهمتيني كيلعبوا دغدغه المشاعر، حنا بالنسبه لنا حنا الله الوطن الملك، حنا مغاربه وحتى النخاع وحتى شي واحد ما غادي يشكك في المغربي ديالنا بتاتا. غير اللي كنوصلوا حنا من باب البسط، انا كنضحكوا مع شيماء حيت عارفه انا كنبسطوا معها دائما. ابتسامه ديالها. ها انتم شوفوا ديري لي الريمونتاد هنايا، ها انتم شوف ها انتم ها انتم اه هاي ديري لي الريمونتاد ها غضحك نلقاها كضحك دابا كضحكي علينا شيماء. الحمد لله الحمد لله. شوف حنا هذه بنتنا بالعكس، حنا الحمد لله ملي كنتكلموا واحد العفويه وكنوصلوا واحد الرسائل بانه راه الفريقين جميع الفرق المغربيه بدون استثناء، ولا تكلمنا على مدينه الدار البيضاء فراه جوج ديال الفرق عريقه شاء من شاء وابى من ابى، الوداد والرجاء البيضاويين كيبقاو فريقان كبيرين طبيعه الحال كيمثلوا المغرب احسن تمثيل في المحافل الدوليه. حتى شي واحد ما يناقش في هذه، حتى شي واحد ما يطعن في الرجاء وحتى شي واحد ما يطعن في الوداد، ما باش نكونوا صريحين. ولكن جميل في القناه ديالكم كتوفيو بالوعود ديالكم صراحه. الحمد لله هذا هو. هي راه غادي نجي مع العمليه ووعدتيها وفعلا جيتي معنا، دابا الاخر لحظه هو باقي معنا والله العظيم الا باقي معنا. الحمد لله راه شوفي وغادي نبقاو مع بنتنا. نبقاو مع بنتنا شيماء ان شاء الله، هذا هو الدور ديالنا في المنبر ديالنا، كنتبعوا الحالات الحمد لله حتى كنتاكدوا بان الامور مزيانه. وبالعكس كنسحبوا في صمت وكنخلوا الامور مزيان، كنخلوا غير ديك البصمه، هذيك البصمه هي اللي كتهمنا دابا حنا. بحال دابا شيماء حنا مأكدين ان شاء الله في واحد اليوم من الايام ان شاء الله غنوليو نديروا الرونديفو باش نشدوا معاه كضحك يا شيماء ان شاء الله. صراحه حنا والله الا فرحانين بزاف ان شاء الله، والله الا فرحانين اقسم بالله الا فرحانين من اللي الحمد لله شيماء بنتنا خرجت الحمد لله بخير وعلى خير. وهذه العمليه اللي فرحنا هو انه تمت بنجاح الحمد لله. الحمد لله يعني اذا هذا هو الدور ديالنا. مرحله الخطر وداك الشيء زوين مزيان الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اذا رسالتك اختي ناديه الاخيره لخوتك المغاربه جميعا بدون استثناء من طنجه للقويره وداخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن، رسالتك اليوم اختي. شكرا لهم كاملين والله يجازيهم بالخير، وشكرا على الدعوات الجميله وساندوني صراحه وساندوا بنتي، اني كنحس بان راه عندي عائله اخرى من غير العائله ديالي الصغيره. شكرا لهم كاملين، وبغيت اللي ساعد شيماء خاصه واحد لاباري
الايد ديال واحد لابتيل وخاصه انا موسيمي ديكا لاحظ عندها شهر ونص ديال شهر ونص ديال النقاهه وعاد شهر اخر ثاني قبس ثاني ده جوج مرات يعني غتبقى واحد فتره طويله ناعسه يعني راك عارف شهر ونص الحاله ديالها القدم ناعسه شهر ونص شهر ونص وانا غنبقى هكا نعس ساعه ساعتين ولكن ما كيهمش بالامس وقيلا باقا ما واكله والو مسكينه ما واكلينش وما ناعسينش ياك من ول البارح وقيلا لا فرقت بلاصتها ما كتنعسش من ديك الليله وقيلا فاش بقيتو سهرانين والصباح كانت العمليه يا هذيك كنت خايفه ولكن الحمد لله ربي ولكن الحمد لله شيماء هبطنا معها في لاسانسور حتى هي شخصيا حتى الغرفه ديال العمليات ياك شيماء فرقتيهاش هي حتى داروا لها البنت الحمد لله الحمد لله حلات عينها لقاتك حداها صافي واخا دابا واخا كنا قلنا لهم تقولها شي بلاد ديال الويدات الساعه ما الحمد لله بسبيل البسطه اللي كنضحكوا صافي هادشي اللي كاين حيت هذا هو الابتسامه راه حنا اللي كيهمنا هو الابتسامه ديال شيماء تكون على الوجه ديالها هذا هو اللي كاين اذا اللي كنتمناو صادقين من كل القلب ديالنا اول حاجه كنشكروا جميع المغاربه بدون استثناء لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن كنشكروا حتى الناس كلهم اللي تفاعلوا ما عندناش حنا علاقه مره اخرى كنقولها ما عندناش علاقه لا بهذا ودادي ولا بهذا رجاوي عندنا علاقه بهذا مغربي هذه هي العلاقه اللي عندنا علاقه بهذا مغربي ما كيهمنا لا وداد ولا رجاء ولا جيش ولا مغرب فاسي ولا جديده ولا في اسفي ولا 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 ولا, ولا. اللي كيهمنا الله الوطن الملك حنا كنا تحت رايه وحده الحمد لله ملك واحد الحمد لله السماء وحده مغطيانا ارض وحده الحمد لله كنفترشوها كاملين اذا الله الوطن الملك غير هذه رساله لبعض الناس اللي ربما كيبقاو يحاولوا انهم يلعبوا على دغدغه المشاعر كما كنقولوا حنا ما عندناش دغدغه المشاعر حنا عندنا الله الوطن الملك تحيه لجميع الرجاويين تحيه لجميع الوداديين تحيه لجميع الفرق المغربيه تحيه للمغاربه كلهم من طنجه للقويره تحيه للجاليه المغربيه خارج ارض الوطن اللي كيمثلوا المغرب احسن تمثيل كنرفعوا لهم القبعه اذا بلا ما نطول عليكم سمعتوا الاخت ناديه شنو قالت شيماء بطبيعه الحال راه الام هي الناطقه الرسميه باللسان ديالها ومرة اخرى كنعاود نذكر بانه شيماء ارادت واحد القناه ديالها اللي الان ما شاء الله راه وصلت ل 20,000 مشترك ولكن كنتمناو اننا نزيدوا نتفاعلوا مع شيماء ان شاء الله ولكن بشرط ان ما تتفاعلش غير مع الرجاوين بوحدهم لا قالت لك لا كاينه على سبيل البسطه هذه عاوتاني يعني كنتمناو انه تزيدوا تفاعلوا مع شيماء في القناه ديالها اللي اكيد ان شاء الله غنقول لكم كل الحركات والسكنات اللي كتقوم بها ماشي على اساس انه كاين واحد المفهوم خاطئ ديال الروتين اليومي هو الروتين اليومي في اللغه العربيه الفصحى هو يعني داك الشيء اللي كيقوم به الانسان يوميا بشكل يومي هذا هو هذا هو غير سامحهم الله بعض الناس ربما اللي حولوا هاد الكلمه واحد المصطلح قدحي ولا مصطلح قدحي ياك بنتي شيماء ولا مصطلح قدحي لدرجه انه شيماء قالت لك لا ما نديرش لا ما نبيش ولكن الهدف ديالها هي الان هي انه توصل واحد الرساله الناس ربما اللي عندهم نفس الاعاقه ديالها اعاقه حركيه باغا توصل لهم واحد الرساله بانه يمكن انه من لا شيء نصنعوا شيء او التحدي هذا هو الفكره اللي عند شيماء ان شاء الله وحنا اكيد غادي نوقفوا معها ان شاء الله من بعد الله سبحانه وتعالى حتى توصل ان شاء الله وحتى تكون عايشه واحد الحياه ديالها زوينه ان شاء الله هذا هو الهدف ديالنا ديال الترويض ديال كيفاش كتتحدى ما تبقاش ناعسه نوض دير تيك توك دير هذا يعني تعمر وقتها ماشي اللي مريض يبقى جالس لا واخا مريض نوض ندير اي حاجه بصح ضروري نعمر وقتي بصح الحياه زوينه والحياه قصيره الانسان ما غيدي معاه والو الانسان خصو يستافد بصح ما نضر حتى شي حد الانسان يكون كما كنقول لك نقول لك كوني واضحه ما تكونيش هكا وهكا يعني كوني معقوله وخافي الله واللي تمنيتيها ديري واللي الجميل في شيماء هو ان ما شاء الله مواظبه على الصلوات ديالها هذا هو الجميل في شيماء ما شاء الله هذا الشيء اللي كيغيب على بزاف ديال الناس الاسوياء والاصحاء اللي ايه صح كيغيب عليهم هذا الشيء هذا الله يرد بينا قبل ما تدخل العمليه سبحان الله شتا شتا انا كنت معها انا رافقتها وشتا ما شاء الله عليها الله ينفجر بجوج وبقات كتدعي وكتقول يا ربي دوز العمليه بخير
كنا متخوفين شويه. والحمد لله. غير باش نذكروا المشاهدين ديال الاوفياء، العلاقه ديال العمليه ديال اليد ديال شيماء بالحركه ديالها، فكما كنعرفوا بانه الحركه ديال الانسان كتعتمد بشكل كبير على اليدين، على اليدين، ياك اختي ناديه؟ ملي كتمشى راه بيدك. اييه هذا هو علاش. وكانت شيماء عندها واحد العجز في اليد اليسرى انها تحركها مع الجسد ديالها كله، لهذا ف الدكتور نصح بان دير ديك العمليه، ياك اختي ناديه؟ ماشي تقاد لا العصب. لا باش ما ندخلش في اختصاص ديال الدكتور، المهم هذه بخلال داكشي اللي فهمنا. داكشي اذا الحركه ان شاء الله ديالها غادا تكون ان شاء الله عاديه ان شاء الله، هذا اللي كنتمناوه، كنتمنى ان نسجلوا معاه وهي واقفه ان شاء الله، دابا هي فتره نقاها ان شاء الله. يلا شيماء، دعي مع دعي مع المغاربه شيماء. شكرا لك. شكرا. صافي شي دعوه تكون زوينه بنتي. يا سعدي بنتي الشوا مسكينه، كيفاش الطريقه ديال الدعوه ديالها؟ دعاء مستجاب ان شاء الله. اذا الى هنا سناتي على نهايه هذا البث المباشر، على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر ان شاء الله، وعلى امل كذلك اننا نواكب الحاله ديال شيماء ان شاء الله حتى تكون يعني من نماذج لا داخل المغرب ولا خارج المغرب، تكون نموذج للشخص المعاق انه ما يبقاش يقول المستحيل، لا راه من المستحيل من الصعب، ما كاين حتى شي حاجه مستحيله، يعني كما كنقولوا لا 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 صغيره مع الاصرار. كنا كنتمناو جمعيات يوقفوا معها، صح لا جمعيات كيوقفوها مع الحاجات اللي ماشي مزيانه، بالعكس انا بنتي غير على صحتها كون ساعدوها غتكون قدوه لوحدها الناس اخرين، لكن الجمعيات ما جاو عندها لا مسؤولين لا جمعيات لا والو، ولكن الحمد لله باقي المغاربه الخوت الحنان هما اللي وقفوا معايا، شكرا لهم. شكرا. إذا إلى هنا سنأتي ودائما كما أقول دائما لكل بداية نهاية، ونحن على هذه الصورة ديال الابتسامة ديال شيماء سنودعكم، على أمل اللقاء بكم في بث مباشر آخر. كان معكم مراسل المغارب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم من هنا من منزل الشابة الرجوية المغربية شيماء، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.